هاي. التنمر الإلكتروني هو إلحاق الأذى من خلال أجهزة الكمبيوتر، تليفونات وأجهزة إلكترونية تانية، وبيتضمن عدة تكتيكات مثل الأوتينج يعني نشر معلومات شخصية، ترولينج يعني نشر رسائل بتهدف لأحراج وأغضاب الناس، والريفنج بورن يلي بيعني إرسال رسائل وصور جنسية لمجموعات كبيرة. بدأ السايبر بولينج بالظهور بالتسعينات مع انتشار المنتديات الاجتماعية ومنصات الحوار. التنمر التقليدي سجل عالمياً نسب عالية من محاولات الانتحار، بس المستويات يلي سجلها التنمر عبر الانترنت أعلى بكتير. يعتبر إنستغرام التطبيق الأكثر استخداماً للتنمر، بيتبعوها فيسبوك وسناب شات. بيتعرضوا النساء أكثر من الرجال للتنمر عبر الانترنت لأنهم أصلاً بيمضوا وقت أكثر على الانترنت، بس الرجال بشكل نسبة الأعلى من المتنمرين. مين قال إنه مع 3 مليار مستخدم صار السايبر بولينج اتجاه بيأكد العلماء إنه رح يبقى منتشر بالمستقبل؟ أنا قال. أشوفكم بكرة.